الفيدرالية لجميع التأوري التنمي بنحس الطبيعة ديالها والمهام ديالها أن كل ما يدعم التلميذ والتلميذة سواء في التدريس أو في التعليم أو في التوجيه هي معنا. لهذا انخرطنا في العملية هذه منذ 4 ملتقيات لندعم النيابة التقليمية لوزارة التربية الوطنية والجمعية الوطنية لأطر التوجيه في الفرع ديال طريقة، الجهتان التي تنظمان هذا الملتقى. هذا الملتقى كنا في الحريص أن نوفر له بعض الداعمين ونتدخل لدى السلطات ولدى المؤسسات الاقتصادية للإقليم لكي توفر دعما لهذا الإقليم أو لهذا الملتقى. نعم. ديال طريقة. كيفاش الدعم ديالكم؟ الدعم ديالنا هو ماديا يعني بلوش الصور. ماديا تساهموا بمساهمة هي متواضعة في توفير المبيت للأطر ديال المؤسسات العمومية اللي كتجي خارج التنظيم، عارضين ديال المؤسسات العمومية. شحال المبلغ اللي كتجي العدد يتراوح بين 20 و24 عارض كيجيو داخل التنظيم، حنا باش نشجعوهم نساهموا معاهم في هذه العملية ديال المبيت، نوفروا لهم المبيت. كذلك تنسعوا ان كما كان في الملتقى السادس السنه الماضيه ان نوفروا النقد كما السنه الماضيه لتنقيل التلاميذ والتلميذات الثانوي التاهيلي لخارج المدار الحضري. وكما يقول في علمكم السنه الماضيه نقلنا ما يزيد عن 2000 تلميذ بواسطه 6 حافلات، تجند المكتب ديال الفيدراليه لهذه العمليه بالشراكه مع المكتب شريط الاصفهان وعملت تقييم فريده. نعم. القاعه المخططه وصلت 60,000 درهم تقريبا، شكون اللي مساهم في هذا المساهم؟ هذا الامر هذا هو حكم ديال الجمعيه الستوند ديالها طبعا طبعا التمويل اللي عند دابا عند الجمعيه وعند المنظمين لا ياتي الا من العارضين ديال القطاع الخاص. لهذا نظرا لان طبعا التلفزيون باشتراء هذا الستوند ديال العرض وتلجا لهم طبعا الجهه المنظمه لان هناك اولا حاجه لبعض التلميذات والتلاميذ لمتابعه التعليم في المؤسسه الخصوصيه اذا نقرب لهم هذه الخدمه، وكذلك لان هناك حاجه الى تمويل وما زال هذا الفوروم وهذا الملتقى وهو في دورته السابعه لم يستطع بحد ذاته باش يوفر واحد الميزانيه خاصه به الا من خلال الداعمين ديال كعمله تحرير الحمله وكالمكتب الشريف المشوار الداعمين الوحيدين اللي كاينين في هذه العمليه هذه ديال سميتو. ونظرا لهذه الاجراءات تشكيل هما اليوم منصب على مؤسسه هذا الفوروم هذا. نعم. اذا نفكروا بالتعاون مع النيابه التقنيه لكريفريكا والجمعيه ديال الاطر ديال التوجيه فرع كريفريكا لاننا يكون واحد مؤسسه ديال فوروم كريفريكا على غرار مهرجان السينما الافريقيه اللي اصبح مؤسسه. استاذ حقا لاحظوا بان الاهداف ديال المنظمين هذا الملتقى هو دوني ساتيسفاكسيون لهاد الناس اللي تيجيو، ولكن للاسف الشديد حسب التصريحات اللي عطاوهم الثاني فانهم سون ديسو، يعني بمعنى انهم خرجوا يأسين. لماذا؟ لان الملتقى ولا عنده طابع تجاري اكثر ما عنده طابع اللي هو تربوي، بحيث ان تلاحظوا كاين تقريبا 90% او 70% ديال الحاضرين العارضين الان هما المؤسسات الخاصه وليس العموميه التي لا تمكن الا حسب تصريحكم. هذا التوجه واش تيخدم واش تيخدم مثلا هذا اللي ما عندوش الدخل؟ اولا نؤكد لك بان الجانب التجاري غير وارد هنا نهائيا. وجود مؤسسات العارضين ديال التعليم الخصوصي التعليم العالي الخصوصي هو اولا كما قلت لك حاجه للتلاميذ، وثانيا هو حاجه لتمويل هذا الفوروم، ولا يمكن لا يحقق اي فائده، بل جهات منظمه تلجا الى داعمين اخرين وقد تلجا الى وسائلها الخاصه لتمويل هذا الفوروم. اذا البعد التجاري هنا ينتهي، والاطر ديال التوجيه والجمعيه اباء وكثير من الاباء هما يساهمون يعني يصلون الى